بلبنان رح بتنحصر بين شخصين، نحن حنسأل العنصر النسائي مين بفضل، جبران مسيل أو سامي جميل؟ خلينا نسأل النسوان مين بتنقي بيناتهم لهودة الجوازات؟ أكيد جميل. لا هيدا ولا هيدا. جبران مسيل حاله عم يحط ماسك قطر ما بهضمه. سامي جميل فيك تمسكي هيدي شوي؟ خرقيه لا. سامي جميل هيدا. سامي جميل ايه هيدا شكله أزبط شوي. سامي ولا واحد صوته يعني ما بيقطع. لا بنتحر وما بتجوز ولا واحد منه. جبران منيح طيب لك العيون لهاد لك الشعرات جميل منحبه لسامي جميل. يعني جبران ما بيمشي الحال؟ لا في شيء غلط يعني مش معقولي ما حدا عم ينقي جبران بسير. هلا بعرف انه الجمال لحاله ما بكفي وبعرف انه جبران باسيل كمان ما بيحب الوسايط بس قلنا بركي بندعمه شوي صغير ليطلع له شي صوت. ليكي بتنقي جبران باسيل لحتى تتجوزي اذا ضاقت فيك الدنيا؟ لا مش ستايلي ابدا. انت مين بتنقي من هيدا؟ سامي ولا واحد جميل ان شاء الله تضلك معانا سيطول حياتك. حتى لو هيدا معه مصاري بس نقي جميل. راغب علامه والتاني منو؟ Which one is more beautiful? جميل. بس سامي. ما بتغيري رأيك مثلاً جبران بسيل؟ لا ودعم. لا لا حتى لو بنعيه. جبران يعني أنا حوالت. مبروك من قلبي للشيخ سامي انبسطت لك. وما بعرف البنات كيف بتفكر يعني ما قولي بتزعلوا هاي شبوبية طب طلعوا بجبران. يي. على كل حال كيف معكم؟ عباس جسر على المتجعفر ببيشي.